النهارده انا جايب لكم وصفه رهيبه جدا. الوصفه ديت انا طبعا قمت بتجربه هذه الوصفه، وطبعا الوصفه ديت يعني محفز قوي جدا لعمليه التزاوج. هقول لكم ازاي تحطوا العشبه دهيت. العشبه دي رائعه جدا جدا، وبالذات في فصل الشتاء. طيب تعالوا خلي بالكم معايا، طبعا قبل ما نبدا طبعا ما تنسوش ان انتوا تعملوا لنا اعجاب بالفيديو، لان طبعا الاعجاب بالفيديو دوت بيساعد الفيديو على الانتشار، وكمان بيشجعنا ان احنا نستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعالى. على فكره مش هتخسر حاجه ابدا ان انت تنزل دلوقتي وتعمل لنا اعجاب وتكتب لنا تعليق. ونبدا النهارده يا جماعه ونقول ان احنا بنتكلم النهارده عن عشبه الزنجبيل. عشبه الزنجبيل، العشبه دي رائعه جدا. انا النهارده هقول لك على ان العشبه دهيت يعني طريقه استخدامها الطريقه الصحيحه. خلي بالك لان في بعض الناس بتجيب عشبه الزنجبيل وبتحاول ان هي تحطها في الميه، وطبعا الطائر مع مرور الوقت بيلاقي ان الميه طعمها مش حلو، فبيبدا الطائر يعرض عن شرب الماء، وبيبدا الطائر يقلل في الطعام، وطبعا ده كلته بيكون له اضرار على الايه، على الكلى. فطبعا انا هقول لكم دلوقتي على الطريقه الصحيحه لوضع الزنجبيل، وهي الطريقه المفيده ان شاء الله تعالى. خلي بالكم، بصوا بقى كده معايا، احنا معانا هوت الزنجبيل. هتجيب طبعا الزنجبيل دوت من محل الاعشاب، وهنجيب قليل جدا من الحبوب. هنحاول ان احنا نجوع الطائر الاول، وهنبدا الوقت نجيب الزنجبيل اللي هو اللي طبعا انا عامل الوقت خلطه من الحبوب فيها طبعا الخبز او العيش، العيش ومعانا الحبوب عباد الشمس، ومعانا اللي هو بذور البلكم وبذور الفلارس. طبعا عن فوائد الزنجبيل يا جماعه، بنقول طبعا الزنجبيل محفز قوي جدا للذكور للتزاوج طبعا، والزنجبيل علاج فعال يعني لعلاج الضعف الجنسي. طبعا احنا بنواجه مشكله البيض الفارغ او البيض غير المخصب. ان شاء الله بعد استخدامك للزنجبيل يعني الموضوع دوت هيختفي تماما. وطبعا يا جماعه الزنجبيل بيرفع مناعه الطائر، وكمان يعني يستخدم كمطهر معوي، بيعالج الاسهال وبيعالج الانتفاخ وبيعالج عسر الهضم، وكمان بنستخدمه يعني لان هو فاتح للشهيه. وكمان الزنجبيل له دور فعال جدا جدا في عدم اصابه الطائر بمرض السمنه وبمرض التشحم. زي ما انتم شايفين كده انا هجيب قليل كده يعني ربع معلقه او نص معلقه من الزنجبيل، ما فيش منه خطر تماما. الزنجبيل انا استخدمته كتير جدا. هنبدا ان احنا ايه، نقلبه في العلف زي ما احنا شايفين كده. يعني هنقلبه كويس جدا في العلف، يعني انت حاول ان انت تحطه مره او مرتين في الاسبوع، مره او مرتين في الاسبوع، يعني كل اسبوع حط الزنجبيل في الحبوب، قلبه في الحبوب. يعني الطائر بمجرد ان هو ما يمسك بذور عباد الشمس فالبذور ديت هتبقى اختلطت وجه عليها الزنجبيل. طبعا في ناس بتجيب السقاية المية وبتحط الزنجبيل في الماء. طبعا الزنجبيل في الماء، الطائر نفسه لما بيلاحظ ان الماء يعني ريحته مش كويسة او طعمه مش كويس، فالطائر ما بيشربش كفايته، فده ممكن يأثر فيما بعد يعني مع استمرار المسألة ديت ممكن يأثر على الكلى. وكمان الماء ممكن كمان مع مرور الوقت كمان المية يعني ممكن المية تتغير وريحتها ما تبقاش حلوة، فالطائر يعرض عن الأكل وتقل شهية الطائر، فيكون الزنجبيل هنا عامل يعني إيه، مش يكون إيجابي، لا يكون سلبي. فإحنا عشان نستفيد من الزنجبيل حط الزنجبيل على الحبوب. الزنجبيل طبعا أنا استخدمته كتير جدا على الحبوب. الزنجبيل ممتاز جدا جدا بالذات في فصل الشتاء، بالذات في الايام يعني شديده البرد، لان هو بيعمل على رفع معدل حراره الجسم، كما ان هو بيعمل على حرق الدهون، كما ان هو فاتح للشهيه، كما ان هو محفز، كما ان هو كمان طبعا الزنجبيل يعني بيرفع مناعه الطائر، وكمان بيقي الطائر من الاصابه بالامراض التنفسيه وباصابه الطائر من البرد. طبعا يا جماعه الوقايه خير من العلاج، والزنجبيل سعره رخيص جدا. الزنجبيل عشبة يعني لا تتخلى عنها أبدا ولا تستغني عنها أبدا، ضعها دائما في حبوب الطائر وستلاحظ الفرق الكبير جدا. أتمنى تكونوا استفدتم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.